تفقد وزير التعليم العالي خالد عبد الغفار مستشفى قصر العيني بجامعة القاهرة وعيادة توقيع الكشف على الطلاب للاطمئنان على تنفيذ خطة التعامل مع فيروس كورونا. شملت جولة الوزير تفقد مخازن أدوات مكافحة العدوى والاطمئنان على جاهزية المستشفى وعيادات الطلاب لتنفيذ خطة التعامل مع الفيروس ومنع انتشاره داخل المستشفيات والمنشآت الجامعية والتزام العاملين بأساليب الوقاية واتباع إجراءات مكافحة العدوى، هذا فضلا عن توفر أدوات النظافة والكمامات والمطهرات، وموجها بتوفير الكمامات والمطهرات لكل الكليات من خلال المستشفيات بشكل مجاني أمام جميع المدرجات.